كجهاز فني يعني انا مسؤول عن الاخطاء، وقلت لحضرتك الكلام ده، وعلشان كده دايما انا باخد الطرف الثاني. حضرتك لو مش موجود ومعايا الكابتن ضيا وبيقول هاخد طرفك، يعني حضرتك ده ضيا ده اخ ليا، نعم، والعلاقه بينا علاقه طيبه جدا، انما احنا بنتكلم في مصلحه مصر دلوقتي طبعا، وهو يعني انت كمان. انا برضو عايز اقول لك الكابتن ضيا، انا بتكلم انا بتكلم خليني اقول لك بس على حاجه قبل ما تقولها وحسيب حضرتك تكمل. طب قبل ما الكابتن حماده لما كان اتكلم قال مستر برادلي وزكي عبد الفتاح وكده كده ضيا معانا، وزكي خد بالك زكي كمان جيلي، يعني زكي جيلي، يعني جيلي منتخب الشباب معانا ومنتخب الاولمبي، يعني يعني زكي من جيلنا. نعم خدت بالك انت، انما زكي طبعا الطباع بتاعته اتغيرت، طبعا راجل امريكاني بقى خلاص. بص احنا بنتكلم على، انا ما بتكلم ضياء دلوقتي، انا بتكلم على المدرب المصري، وبناشد بالمدرب المصري، وبطالب المدرب المصري، وحساند المدرب المصري، وخد بالك المدرب المصري النهارده بيشيل كل العبء. نعم والمدرب المصري النهارده بيحس بالشارع. نعم والمدرب المصري النهارده بصراحه يعني بيتظلم حتى ماديا. قال ماديا اوغندا وانت ملوش معاهم عقود، انا عارف، بص لكن هو بيقول مثلا اوغندا، هو ما طلبش اوغندا، هو طلب سيراليون. يا كابتن فضل. انا النهارده عاوز اطلب البرازيل. تمام. انا طلبت البرازيل، انا مدير فني، البرازيل مش فاضيه. انت يعني طلباتك هتجيبها ازاي؟ ما النهارده اصلا حضرتك بتقول لي لا، معلش يا كابتن حماده برضو خليني حضرتك كمجلس وكابتن حسن كلكم كمجلس 28 ازاي؟ انا هو اللي كان يهمه 28، عارف ليه؟ عشان اللعيبه الكلام ده فضل. بص ده برضو من اخطاء الجهاز الفني. ايوه ازاي؟ نعم. الكلام ده يبقى مسبق، يديني فتره كبيره جدا عشان اقدر اجيبه وعارف القصه دي كلها. نعم. عشان اتفق، لكن النهارده لما يجي يقول لي انا عاوز فرقه يوم 28، طب انا هجيبها له منين؟ ما انا ارسلت، مفيش مكان، مفيش وقت. طب انا بالنسبه لسيراليون يعني تمام، فالنهارده انا بقول لك الجهاز الفني وسيراليون زي اوغندا يعني. الجهاز الفني اشتغل، ما قلتش لا، بس الجهاز الفني عمل مصيبتين. ايوه المصيبه الاولانيه اللي احنا طلعنا من كاس الامم الافريقيه، والمصيبه الثانيه اللي احنا اتغلبنا 6-1. بس الجهاز الفني بيشتغل في، معلش دايما هاخد برضو مع يعني وجهه النظر الاخرى، الجهاز الفني بيشتغل في ظروف صعبه. الجهاز الفني هقول لك بس يا ابو اسلام كسب 6 مباريات يا ابو اسلام. بص انا خد بالك منهم غينيا استثني بص وزيمبابوي. انا النهارده بقول للمدير الفني يتحمل نسبه 90% من الجهاز الفني، والباقي الاخرين باقي الجهاز. نعم. ان هو المسؤول الاولاني. انا النهارده الاهلي خد بطوله افريقيا، خد بطوله افريقيا وما كانش في دوري. نعم. وكان نفس الظروف واصعب كمان. نعم. انا طلعت من مين؟ انا طلعت من افريقيا الوسطى. هو انا طلعت النهارده من غانا ولا طلعت من كوت ديفوار ولا طلعت من نيجيريا ولا الكاميرون؟ خدت بالك انت؟ فانا ما وصلتش كاس افريقيا. نعم. وبعدين الهدف بتاعي كنت اوصل يا اما كاس افريقيا يا اما اوصل كاس العالم. فمهما انا عملت في النص وما وصلتش الهدفين دولت، يبقى انا كجهاز ما نجحتش. نعم. فبالتالي انا ببني على كده. انا بنيت رؤيتي على الجهاز الفني وخاصه المدير الفني، بيكلفني كتير جدا ولم يحقق كاس الامم الافريقيه، ما رحناش كاس الامم الافريقيه ودي ما حصلتش في تاريخ مصر، وكان وما رحناش بعد كده في كاس العالم او صعوبه وصولنا كاس العالم. نعم. خدت بالك؟ فبالتالي تقييمي انا للجهاز الفني بانجازاته. انا النهارده الكابتن حسن شحاته بيقول ايه؟ كابتن حسن شحاته لازم تشكر فيه ليه؟ انجازاته سبقاه. انا ما بشكرش في الكابتن حسن شحات عشان مصر بس، ان بقول انجازاته موجوده، رحمه الله عليه كابتن جوهري انجازاته موجوده. فبالتالي اما اجي اقيم انا بقى تقول للمدرب المصري والمدرب الاجنبي، يقول لك لا انا ضياء لو مسك المرحله دي كان افضل لي. بس احنا اتربطنا، شوف اقول لك بمنتهى الامانه، انا لولا ان الشرط الجزائي بيلزمني كاتحاد الكوره ان في 6 شهور، انا كنت هبقى عندي مساءله بالنسبه يعني هديله 6 شهور ده بكافئه. فبالتالي هيبقى عندي مساءله النهارده من جهاز الرقابه. فبالتالي انا كنت شايف المرحله لو احنا النهارده بنتكلم على اشيل المدرب، لا انا ضياء كان مشي، ضياء كان كمل حتى المباراه دي لوحده، وانا عارف ان ضياء يعني كمدير فني هيبقى احسن من برادلي. حتى في المباراه الجايه. ليه؟ لان ده مصري، هنتكلم على هل انتوا قلتوا يا كابتن او اديتوا اختصاصات اكتر للكابتن ضياء او حاولتوا او بتحاولوا؟ بص انا المدير الفني هو يتحمل كل المسؤوليه. تمام. يعني خلينا نتكلم بصراحه، انا ما اجيبش النهارده مدير فني اقول انت معاك مدرب معاه بوديله القصه، لا المدير الفني هو الكل في الكل. لا اصل الكابتن ضيا برضو او المدرب المصري الحقيقه دايما زي ما حضرتك قلت كده نفسيا بيعرف يتعامل مع اللعيبه. على الرغم من ان انا مقتنع الحقيقه ان مستر برادلي مدير فني جيد، انا من وجهه نظري يعني ماشي.